هذه الجولة على العالم تكشف ربما صعود البعض وتراجع البعض في ظل عمليات تضخم تحاول السياسات النقدية أن تكبح جماحها عبر سياسات تتبناها البنوك المركزية في العالم على رأسها الفدرالي الأمريكي. أنقل ذلك إلى لينا قدوم محللة الأسواق العالمية في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك لينا، ودعينا يعني نتحدث عن البيانات الأخيرة في ما يتعلق بالوظائف غير الزراعية والتي جاءت أفضل من التوقعات بثلاث مرات يعني، وأثرت حتى على عوائد السندات الأمريكية. إلى أي مدى ستضيف ربما نقاط إيجابية في صالح تشديد السياسة النقدية الأمريكية؟ نعم، بالفعل كان هناك أسبوع، رأينا أسبوع صاخب من البيانات الاقتصادية وأيضا من سياسات البنوك المركزية. في رأينا أنه قام البنك إنجلترا المركزي بتجديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة لتصبح نصف نقطة مئوية، وأيضا ثبت بنك مركزي الأوروبي والأسترالي عند 0.01%. وهناك يعني حديث عن تشدد من قبل البنك المركزي الأوروبي، ربما يكون هناك في تصريحات انه يكون رفع لاسعار الفائده بالربع الرابع والربع الاول من عام 2023، يعني توقعات انه يكون في رفع ب 25 نقطه اساس. وايضا نحن نعلم انه بيانات الوظائف الامريكيه كانت جاءت مفاجئه للتوقعات وبارتفاعات ب 467 الف وظيفه رغم ارتفاع البطاله الى 4%. نحن نترقب بيانات ايضا هذا الاسبوع، هي بيانات مؤشر اسعار المستهلكين، ربما تاتي ايضا مستويات قياسيه، نتحدث ربما تكون اعلى منذ عام 1982. بالفعل مؤشر الاي اس ام جاء رغم انه جاء افضل من المتوقع، لكن دل على تباطؤ يعني، لكن في انه عم يعني هناك في تحسن في البيانات الاقتصاديه رغم تباطؤها. كان بالفعل هناك تاثير لهذه البيانات ملموس، كان سواء على اسواق الاسهم الامريكيه وايضا على اسواق العملات، على مؤشر الدولار الامريكي. هلا هناك سوف تحتسب الأسواق يعني تجديد السياسة النقدية الاحتياطي الفدرالي، وربما يكون الحديث عن خمس مرات، وأصبحت تسعر الأسواق رفع أسعار الفائدة ربما في مارس 50 نقطة أساس للدولار الأمريكي، وخصوصا إذا ما استمرت عوائد السندات الأمريكية في الارتفاع. نتحدث الآن عوائد العشر سنوات عند أعلى مستويات من 2019، استمرار ارتفاع العوائد هل سيعود ويعطي ميزة تنافسية للدولار أمام بقية العملات؟ نعم، كما تفضلت ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عم بتشير هذه ارتفاع ربما يدل أنه في تسعير من الأسواق لرفع أسعار الفائدة في مارس 50 نقطة أساس كان الحديث خلال الأسبوع الماضي. طمأنا من قبل أعضاء من الفدرالي الأمريكي أنه رح يكون الرفع فقط ب 25 نقطة أساس، وهو في فقط الحديث كان عدد المرات، هناك تسعير بتقريبا ب 30% أنه يرفع أسعار الفائدة ب 50 نقطة أساس. لكن التفاوت بين البنوك المركزية من حيث تجديد السياسة النقدية كان التركيز فقط على الاحتياطي الفدرالي بتجديد السياسة النقدية، وشهدنا كيف أن الدولار الأمريكي ارتفع، لكن هلا عم نشوف أنه عم يتراجع الدولار الأمريكي، لأن في هناك باقي البنوك المركزية الأخرى عم تقوم بتجديد السياسة النقدية في ظل ارتفاع مستويات التضخم في العالم. طبعا لدينا مستويات 95-30، لو نزلنا دون تلك المستويات بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي نحن في الاتجاه الهابط، وربما نصل إلى مستويات أقل من ذلك، نتحدث عن مستويات $94. فنحن نترقب، فلذلك نترقب بيانات التضخم على إثرها سيكون لتوجهات البنوك المركزية والاحتياطي الفدرالي الأمريكي، وين رح يكون التوجهات. هلا بشكل عام اي تجديد للسياسه النقديه هذا راح يصب لصالح الدولار الامريكي نوعا ما، لكن على يعني لا اقول انه الاتجاه هابط للدولار الامريكي، لكن على المدى القصير بتوقع بعض التراجعات بهذه الفتره، لان نعم. في بنوك مركزيه اخرى عم تقوم بتجديد السياسه النقديه، لكن عموما الاتجاه صاعد. كسر مستويات 95-30 راح يوصلنا لاتجاه هابط بالمستوى المدى القصير، لكن بعد ذلك راح نشوف عوده للارتفاع، لأن في احتمال في تسعير لتجديد السياسة النقدية، ويكون صحيح. الدولار الأمريكي مقابل عملات راح يكون مرتفع ومقابل عملات أخرى راح يكون منخفض بحسب توجهات البنوك المركزية الأخرى. نعم لينا، دعينا نعرج على النفط يعني، وتشاهدي أن النفط بشكل أو بآخر
يتجاهل إرهاصات قرب التوقع إلى اتفاق نووي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ويمضي قدما، لكن الآن نلحظ عليه بعض الضغوط الطفيفة. يعني هل لها علاقة بما يحدث في أوكرانيا وروسيا من توترات جيوسياسية أم ما هو مرد هذه التراجعات الطفيفة؟ نعم بالفعل، يعني هناك أسعار النفط، يعني هي في لاحظنا الارتفاعات المتتالية لأسعار النفط وصلت لأعلى مستويات في 7 سنوات. ربما هذه الانخفاضات العام الشاهد اليوم هو بسبب ربما التوصل لمحادثات حول الاتفاق النووي بين إيران وإيران والولايات المتحدة الأمريكية والمخاوف من عودة الصادرات الإيرانية. لكن بشكل عام إذا نتحدث عن أسعار النفط فهي ما زالت، يعني نتحدث عن ارتفاعات والاتجاهات صاعدة وربما نصل لمستويات 100 دولار. لماذا؟ لأنه في الطلب على مستويات الجائحة، ربما يعود المستويات الطلب ما قبل مستويات الجائحة الكورونا. أيضا هناك بنفس الوقت في توقعات من إدارة وكالة الطاقة الدولية أنه يعود المعروض النفطي في الولايات، عفوا، انه في زياده في الانتاج او الامدادات في العالم، انه تزيد متوقع 6.2 مليون برميل يوميا مقارنه بعام 2021 نتحدث عن 1.5 مليون برميل يوميا. فبالتالي لو حدث ذلك وانه بلشنا انه نشوف عوده للانتاج بشكل كامل وانه يعني دخل النفط بشكل كامل وانهاء القيود اللي عم تفرضها اوبك بحول تخفيضات الانتاج، هذا ربما يعني لن يحدث الا بالنصف الثاني. فالاتجاه صاعد، المخاوف من التوترات السياسية بين أوكرانيا وروسيا عم تلعب دور في كبير في ارتفاع أسعار النفط، لأن نحن روسيا هي من ثالث الدول المنتجة للنفط حول العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، وبالتالي هذه المخاوف عم تلعب أنه تدفع أسعار النفط نحو الارتفاع. شكرا جزيلا لك لنقل نوع محللة الأسواق العالمية في إكويتي جروب. شكرا لك.